السلام الله عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع. في كانتي ديالنا اللي غيكون في 13 ديال خيول رينيو 5 كور 5 لو كروازي لا روش، الكاتيجوري الضعيفة نوعا ما، وغيكون تيران كولون في البينيترومتر 4.2 الكلاس 4. يعني التيران غادي يكون من لي تيران تقيل، يعني تيران كولون، يعني في الكورس الخامسة. أول عود هو الكاليفورنيا جولد ريش، واحد العود اللي هو من الأصول إيرلندية ومخلا حتى شي بلاد يجرى فيها، الألمان، فرنسا، بلجيكا، إيرلندا، وغادي يرجع لينا لفرنسا، وبالضبط في لوكروازي لاروش لأول مرة غادي يديرها. والمنافس ديالو غيكون الرقم جوج الانفيولابل سبيريت، هذا عود سبيسياليست في التيران، يعني دائما كيجري في التيران. مي المقارنة به بينه وبين الان نورمالمون كما كتشوفوا هذا العود غيدير لينا التيران كولو. التيران كولون عنده واحد الكورسة في التيران كولون في 14,000 أورو. التيران كولون كندير فيها نو بلاسي، ربما عنده يقدر يكون فيهم غير واحد، هذا كرأي وكفكرة، ربما يكون فيها غير واحد. هنا كنمشى وكندير نو بلاسي ب 59 كيلو فاصلة خمسة، وكان في لاكورد 11. ربما عنده فلاك، عنده لاكورد تقدر تنفعو، تقدر تنفعو الان، لان الان تا هو راه جوابل، ولكن الا كان غادي يجي فيهم غير واحد نورمالمون يقدر يكون الان هذا في حالة ما. عندنا مادوكس جوليان ميريان، عندنا 3.8 بنجامين مغية، عندنا جيل كوغ ديال ماتيو بوتان، وعندنا ماي هانليم ديال سيدريك بوتان اللي كيبغي التيران يكون نورمالمون ثقيل شي شوية. عندنا البيدو، البيدو غيكون من الخيول الغالية نوعا ما في الاوتسايدر، يعني عاود نورمالمون اخر كورسة في التيران في 17,000 أورو، 17,000 أورو، يعني لا بالمقارنة ما بين هذه الكورسة هذه اللي غيجريها، يعني كهبط الكاتيجوري، تيهبط في الكاتيجوري وتيهبط من لا فالور ديالو، يعني 17,000 أورو يعني راه بروف، يعني بروف يعني في هذه الكاتيجوري ديال كلاس 4، يعني 32,000 أورو، 32 في الريفيرونس، ربما غادا تكون هي 40، وما هو كان مشى معاهم، يعني كان دار كانزيام مع جوليان 59، وأصلا الجوج راه كان مشى ب20 كما كتشوفوا، يعني خيول غادا تكون فافورية، والفافوري اللي كان مشى معاهم هو جيل كوخ ومادوكس، جيل كوخ ومادوكس. دونك السبعة تيبقى مور اكس، عندنا سير موريس، عندنا ابغاسو رقم 9، عندنا الاليمينانتينغ اللي مشى معاهم حتى هو، وكاين الاونز بالسيف غيكون عنده الكورتة كبيرة نوعا ما بالسيف. منين اصلو هاد العود؟ نافيا اخر كورسة في التيران ديال الشونتيي في لا لين دروا 1100 في تخيسوبل. هذا من الخيول اللي عنده التيران في التيران لورد ويتيام، فريك لامي تيران لورد ويتيام، ربما راك كيلعب دور كبير. ايطا دو تيران، ايطا دو تيران كتلعب دور كبير هنا. التيران تقيل كان مدار والو في التيران تقيل، وكانت غير ديك لامي، وكان مادوكس كان ربحو هي غير في ميلا ب 54 كيلو، مشات فافوية مادوكس كان مشى 10. عنده واحد الكاميون في السوبل، عنده واحد الكاميون في السوبل في لو كرواتي لا روش ب 20,000 أورو، أيام زمان عام ونص، هادي كان جرى لينا
ريفيرونس 27 ريفيرونس، ولكن الايطا دو تيران هنا كانت سوبل سوبل، وكانت عندهم غير 3 سنين. ما عليناش الخوت كورسا غير 13 ديال الخيول، يعني ربما غادي نحاولوا نختاروا الاونس لاكورتوس نوعا ما، نوعا ما كتبان ليا شويه ديفيسيل عليه. غادي نختاروا رقم واحد، هو رقم واحد كاليفورنيان جولدريش. غادي نخليو داك الدو جانبا، مو الطروا نورمالمون يقدر يكون فيهم شي واحد، لان ما خصيش كثر من اللي في ميل. غادي نختار ماي هاند دريم الرقم 6، غادي نختار جيل كوغ رقم 5، غادي نختار الرقم 10، 10 هادو هما الاختيارات ديالي. وغادي نخلي ديك دو تروا كات بين قوسين، دو تروا كات شي حاجة تما غادا تكون 100%، واش دو واش تروا واش الكات، وغالبا تقدر تجي ديك ان تروا ان كات ويموت الدو. هذا ما كان هادشي اللي عطا الله اخوتي، تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.